نرحب بكم طبعا في مناحل جبال بلغازي بمحافظة العيدابي، أرض السهل والوادي والجبل، بوابة القطاع الجبلي كما أطلق عليها سمو أمير المنطقة. فشكرا لكم لجهاز الوطن، شكر خاص من إدارة المهرجان على تغطيتكم الإعلامية والوصول إلينا دائما في كل مكان. ونرحب بكم في مهرجان عسل الخامس الذي سوف ينطلق يوم 7/5 بإذن الله تعالى في الشهر القادم برعاية سمو أمير المنطقة. أخوكم سليمان يحرق غزواني، المدير التنفيذي لمهرجان العسل.